مساء الخير. بهذا الفيديو راح نحكي عن السي او لاينز للترانكس ببدلة الزونت الاس 2400. هلا زي ما احنا عارفين ممكن اركب ببدلة الزونت الاس 2400 تمن خطوط وزارة بدون ما اركب اف اكس او موديولز، فحابين بهذا الفيديو نشرح عن الإعدادات الموجودة للسي او لاينز او للخطوط الوزارة اللي حركبها بالبدالة. اول اشي بالبراوزر حندخل على الاي بي يوزر نيم ادمن الباسورد اللي اخترناه، أول إشي حنروح على ترانكس زي ما احنا شايفين هون. ممكن أركب تمن خطوط وزارة على البدالة، بالنسبة للترانك نيم يفضل يكون الرقم الاسم، هيك أسهل للكونفيجريشن. بالنسبة للفوليوم سيتنج لو حسينا في إيكو إيشوز او صوت واطي او عالي ممكن نتحكم بصوت الخط من البدالة زي ما احنا شايفين. بالنسبة لهانج اب وبيزي ديتكشن اذا فعلت هيس، لو فرضا انا بتكلم بالبدالة عن طريق خط الوزارة مع رقم، لو المتصل او المستقبل عمل هانج اب للمكالمة تلقائيا المكالمة راح تنتهي. هذا هو البيزي ديتكشن، يعني فرضا واحد من الطرفين سكر المكالمة وانا ما سكرت المكالمة من تليفوني حيضل خط الوزارة مستهلك. لو فعلت هذا الاوبشن تلقائيا البدالة هتعمل هانج اب للمكالمة. زي ما احنا شايفين هون هاي الاعدادات اللي ممكن نتحكم فيها. بالنسبة للكولر اي دي ديتكشن، اول شي لازم اتأكد انه خط الوزارة انفعل عليه خدمة كاشف الرقم او كولر اي دي سيرفيس. بعد هيك الكولر اي دي سيتنجز لازم نتأكد انه الكولر اي دي ديتكشن يس. وعندي ملاحظة، لو الخط ما عليه خدمة كشف الرقم حتى لو حطينا بالبدالة caller ID detection yes، خدمة كشف الرقم على الخط ما راح تشتغل على البدالة، لازم خدمة كشف الرقم تكون مفعلة على الرقم. بالنسبة ل caller ID start ring، يعني إذا أنا متصل خارجي على البدالة واتصلت على البدالة مجرد ما يصير الرنين حتشوف الكولر اي دي على شاشة التليفون. بيفور رينج لو اخترتها قبل ما يبلش الرنين على التليفون راح اشوف بالبدالة على التليفون الاي بي فون حشوف الكولر اي دي نمبر، هو يفضل نخليها رينج. بالنسبة للكولر اي تي سيجنالينج باغلب الحالات احنا بنستخدم باليو اس اي. بالنسبة للدي ان اي اس اللي هو ديال نمبر ايدنتيفيكيشن سيرفيس، لو عندي 8 خطوط وزارة مثلا وهذا فعلته عملت هيك، او اي حدا وصل على بدالته بالتليفون راح اشوف الكولر اي دي نمبر وتحتها الاسم سيلز. لو فرضا انا عندي 8 خطوط وزارة ومسميهم سيلز 1 سيلز 2 3 4 5 6 7 راح اعرف من خدمة الدي ان اي اس اي خط الكاستمر اتصل عليه عشان يتصل على البدالة. يعني انا عرفت انه الكاستمر اتصل على هذا الرقم
من الدي ان اي اس، هذا من اهم فوائد الدي ان اي اس. بالنسبة للرينج ديتك تايم اوت يفضل نخليها باي ديفولت اللي هي 8000 ملي سكند. هيك بعمل يس. ممكن اعمل اوت جوينج رولز او الاوت بوند رولز زي ما احنا شايفين هون. زي ما احنا شايفين هون ترانك نيم، فيفضل الترانك نيم يكون رقم الخط عشان اسهل على حالي البرمجه والكونفيجريشن. وهيك بنكون بهذا الفيديو شرحنا عن السي او لاينز سيتنجز او اعدادات خط الوزاره اذا ربطناها على بدلت الزونت الاس 2400. شكرا.